يصير الزوج يكره زوجته لما تكون حامل؟ ايش اللي صار عندك؟ لا ابدا ما في شيء، بس يعني انا في الايام السابقة كنت عصبية شوية. لا اظني بدر يقدر الحالة اللي انت فيها. خالتي ما جاوبتيني على سؤالي. بايدك يا زهرة يا بنتي تخليه كرهش أو يتمسك بيش. كل ما حسستي زوجش بالثقة كل ما شاف الثقة فيش أنتي. لكن عاد يا بنتي إذا جلشتي تشكي وتغاري على أتفه سبب فهذاك عاد موضوع ثاني. طيب يا خالتي حتى لو كانت هناك أسباب لهذه الغيرة؟ تتأكدي بالأول وتفكري 100 مرة قبل لا تتهمين، لأنش لو ظنيتي فيه وطلع ظنش غلط فما تضمني إن ما ياخذ منش موقف. الغيرة يا زهرة بين الزوج والزوجة مطلوبة لأنها تعني المعزة والود، لكن المهم إن الغيرة هذه ما تزيد عن حدها، لأن اللي يزيد عن حده إيش؟ ينقلب وده. شاطرة يا زهرة. أنا يا خالتي ما أعرف من دونش أنتي إيش بسوي، أنتي مدرسة؟ وي زهرة ذكرتيني، يعني واقف في المدرسة وما حد ثابت قوم حيضرب الباب. ثابت الأرض كم مساحتها؟ هذا حتى في نومه بيعراضي. هاي لا اله الا الله من انا اكيد بعد نومي ضارب بعد. ليه يا ابو جايك؟
هذا انت؟ ممكن ادخل يا عم ابو الخير؟ تفضل. ها غريب، دهمان ولا ايش؟ لا لا انا صاحي يا عم ابو الخير، بس بصراحه انا ما قدرت انام بدون ما اتكلم معك. ما قدرت تنام؟ ليش؟ انا يكون شربت شاهي ولا قهوه؟ لا 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 قهوه ولا شاهي، بس انا بصراحه مشغول البال وما اعرف كيف ابدا الكلام معك. زين تستريح بالاول وهدئ وبعدين تكلم. لا تستعجل، انا بعدني حرصك تهدئ. اقول من تهدئ صحيني. لا لا خلاص خلاص يا عم ابو الخير، انا بقول لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير؟ انت ما عرفنا عنه؟ والله وجودكم ما غريب علي. نحن خياطين في هذيك السكة، ما الأرباب سويت؟ ايه عشان خير مو باين. نحن نريد نتكلم مع انت. تتكلم؟ تتكلم في ايش قول؟ نحن يعرف انت في شغل خياطة، هذا وايد تعب حال انت. زين انا ما تعبانة، من قالك اني انا تعبانه من الخياطه؟ انا ما اشتكيت. نحن يعرف ان شغل مال الخياطه واجد في طاب، نحن رجال في طاب، كيف انت يا ما بعد مسكين لازم في طاب. زين انتوا سمعوني، انا وغيري من الحريم ويخيطن متعودين على الخياطه، سمعتوني وما نحس بتعب. شيء غيره ثاني؟ ايوه نحن يقول انت ياتي شغل حالهن وانت يرتاح، نحن نشتغل ودي ياخذ فلوس فايده بس. انزين انزين اذا زاد عندي شغل بعطيكم اياه. زين نحن موجودين في الدكان اذا انت في وضع. انزين زين يلا مع السلامه. مع السلامه. استريحي استريحي، انا بغيت اتكلم معاش. أطلب لك شيء يا مدام؟ ما يحتاج، أنا بغيت أتكلم معاش يا عزيزة. أنا حاسة إني كنت قاسية عليش في الأيام الماضية. صدقيني أنا مقدرة الظروف اللي أنت فيها، لكن لو كنت مكانك ما كنت بغار على زوجي مثلك. كيف؟ اللي عارفه إن الرجال متى ما حس بالنقص في بيته أو عند زوجته يحاول يكمله بأي طريقة، لكن مثل أستاذ بدر أنا ما أعتقد أنه يحس بالنقص. وإنتي زوجته وإنتي ما شاء الله كاملة والكمال لله. ما كنت أتصور إنش أنت تقولي مثل هذا الكلام. أكيد سمعتي حد يقول علي إني شايفة نفسي أو إني مغرورة. أنا يا مدام زهرة أبسط مما يتصور الكل، إنتي لو طلعي معاي ربع ساعة راح تعرفي كل شيء. لطيف على الظهر انها تعبان. الو ها لطيفه خير مالش؟ يا الله وين زوجك؟ انزين يا بنتي الحين انت بايش تحسي؟ الحمد لله الحمد لله. انزين اقول اذا حسيتي باي شيء اتصلي فيي على طول. لا لا ان شاء الله كل خير. يلا حبيبتي في امان. يا الله مسكينه، نعم هذه البنيه مسكينه. خير مالها؟ خايفه من الولاده، خايفه لا تكون بالعمليه. لطيفه هذه كم ولد معها؟ 9 بنات واولاد، وفي المرات الاخيره كانت بالعمليه وتوح ليلها مسكينة خايفة. يا الله تنعاني ذي البنية، نعم متعذبة متعذبة. ول 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 كل هذا يطلع من سعد؟ هذا اللي قاله غريب. غريب يكون يتبلع عريقان؟ لا اللي يكذب يبان في عيونه، والولد لما جاء كان صادق. كيف يعني انت شفتها عينه؟ شفتها؟ ايوه شفته.
أنا أخبار العيون، إيش أخبار عينك؟ والله الحمد لله، لكن أقول أبو الخير، شوف يا أخي بين الساعة والساعتين كهشت غازة تمرك شوفها. يعني الحرقة راحت؟ راحت واستراحت، بس قول الحين إيش يسوي؟ هذا غلط وما زين يسوي سعد. أنا اللي خايف على هذا الولد غريب، الحين الله يهديه صار زين والحمد لله ويبغى يسوي شيء يكون راضي عنه. إيش قصدك يعني؟ أنا خايف على شغله مع سعد. ما أنت؟ وإحنا بنفسنا مودينا يشتغل على سعد. إيه بس إحنا ما كنا نعرف عن سعد هذه حالته. إيه والله هذه مشكلة. أقول أبو الخير، إذا استمر غريب هذا يشتغل عن سعد بيرجع لطبيعته الأولية ويمشي في طريق ما زين. لا 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 ما ظني. وبعدين لو كان كذي كان فما خبرنا عن سعد كل يوم يقولنا على أخبار. بعدين قلت له استمر مع سعد استمر. والله أنت مجنون، أنت مجنون، نعم مجنون. حد يقرب النار من البترول؟ أنت الحين فاهم اللي قصدت أنا فاهم؟ ما يقول سعد أنت. إذا قوش يتكلم. أنا لازم أكشف سعد وأكشف حقيقته هذه. وعندي خطة حل. وإيش هي هذه الخطة؟ بخبرك عنها في الطريق. بس بالأول لازم آخذ رأي بدر فيه. صح بنيبك يا ولد صح. صح. أشوف من 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 من. ها؟ هاي تليفون تليفون فريد. يمكن محتاجة شيء ولا شيء. أقول لك. بنخطف عليها. وبعدين مر على بدر مو قلت يلا زين يلا توكلنا على الله يلا معقولة أنا ما مصدق اللي أسمع منك يا فريد الأمر عادي جدا يا أخ نبيل وأنا ما أعتقد أنك بحاجة إلى موجة الاستغراب التي تبدو عليها الآن فريد يطلب يعمل تحقيق عن عملية الإنجاب المتكررة صراحة شيء ما يصدق أعتقد وأنا مؤمن باعتقادي هذا بأن المحاولة في حياة الصحفي شيء مهم لا هذا تقدم كبير عفوا المهم متى تبدأ بتحقيقك هذا؟ من هذه اللحظة عموما أنا بانتظار هذا التحقيق ومتأكد أنه بيكون متميز تو انتو خبروني هذيلك ايش قصدهم انت اسمعهم فريد اسمع تو انتي بعيش معاهم ايش قصدهم قصدهم انهم يتقاسموا معاش الشغل هذيل الناس يبغى يستفيدوا زين بس هذيلك يشتغلوا واظني ما لاحقين على الشغل اللي عندهم وخاصة ايام العيد عاد حصريا فاتحين محلات الخياطة ليل ونهار ما ينامون ابدا ايه وبعدهم يبين ياخذوا الشغل من عندي انا هذا اللي انا ما راكبه في راسي رايهم فريد هذيل ما راح مين عمارهم البر طماعين يبغوا يستفيدوا بس لا والله قاطعين علي انا وجاراتي يجيوا هنا ويتعلموا الخياطه من تعلموا الخياطه عاد يقوموا يخيطوا بالرخص هم يا فريد لما عرضوا عليك تودرين هالشغله هذه يعطوك الفائده يبغونك ما تشتغلين كيف اسمع اسمع ابو الخير اسمع ايش يفكر فهمني انت ايش تقصد يا ابو الخير تراك خوفتني ما يحتاج تخافين يا ام فريد المفروض انت اللي تخوفين الله يهديك يا ابو الخير كيف يعني ام فريد جنيه الخور عشان تخوف سكت انت ثابت مره طش كل سالفه ها يا ابو الخير فهمني يعني كيف ما يريدوني اشتغل تراها مفهومه يا ام فريد لما انت ما تشتغلين وجاراتك ما يشتغلون وتركن هالشغله هذه من بيشتغل بالله عليك؟ هم لا وهذا اللي يريدوه هم الحين بانت السالفة الحين السالفة من الأول باينة بس انت نظرك ضعيف والله زين يوم انك نبهتني يا ابو الخير وزين اللي انت قلتي لي بعد يا ام فريد وخبري كل جاراتك اللي خيطنها عفوا عليك يا ابو الخير ما يهمك انت انا اخطف عليهم بيت بيت واخبرهن يلا عجب احنا بنترخص عنك الحين أمرينا بحاجة؟ ما يأمر عليك عدو إن شاء الله أبوي تجملتوا يوم جيتوا يلا مع السلامة الله يسلمك يا أبو الخير مع السلامة يا أم فريد وسمعيني زينة فتحي هذه عيون الزين فتحيها
كوني كماي انا. يلا مع السلامه. الله يسلمك. اها وحد يضحك عليش. افا عليك يضحكوا علي انا. ذاك الحاله لهذه الدرجه؟ الو محمد خير؟ لطيفه في المستشفى؟ زين زين انا تو جايه. خاف احد يعيب على فقرش؟ عمر الفقر ما كان عيب عشان الانسان يتهرب منه يا عزيزي. اللي اخاف منه هو المعامله. ما اعتقد احد توصله المعلومه اللي عرفتيها عني. بيعاملني نفس المعامله اللي حصل عليها الحين. ولو كان يا عزيزي، ما في احسن من الانسان يتصرف حسب طبيعته وامكانياته. ممكن تكون هذه الفلوس اللي انت تصرفيها على لبسش تنفعش لبيتش والاخوانش. المظهر يا عزيزه ما مهم طالما ان في هناك شيء اهم للانسان. كلامك صحيح، بس انا بغيتك تعرفي كيف انا عايشه. انت بخير يا عزيزه طالما انك تشتغلي عشان بيتش واخوانش. هذا فخر ليش كفتاه. من اليوم ورايح انا اختش، واي شيء تريديني اساعدك فيه انا مستعده. اشكرك. اذا كنت تريد تترك الشغل انا ما عندي مانع. والله انك تمزح يا عمزح، تمزح تراك. انا اصلا بديت معاك اشياء كثيره في الشركه ونفسي اتعلم منك كل يوم شيء. يعجبني اسلوبك هذا. لكن تعال. ها انت قبل يومين قايل لي ان ما عجبتك طريقه الشغل معنا هنا في الشركه. من قال هالكلام؟ انا قلت كنت غلطان. اصلا تجاره شطاره يا عم سعد، واللي عنده احسن من اللي ما عنده، والربح اهم شيء بالنسبه للتاجر. ما هي دي كلماتك العم سعد واموه؟ نعم نعم نعم. خلاص ما دمت انك تريد تستمر معي في الشركه انا ما عندي مانع. الحين خلاص روح شوف شغلك، ولما اريدك بكلمك. تفضل. نعم اي خدمه؟ عفوا ارجو اني ما اخطات العنوان. هذا مكتب الاستاذ بدر؟ اي نعم هو، بس هو حاليا ما موجود. بيتاخر؟ ما اعتقد. عفوا انا اريد التاكيد لان الاعتقاد ما ينصف الوقت. عفوا من الاولى لك كسكرتيرة انك تكوني دقيقه، واي معلومه منك لازم تكون مؤكدة بالاعتقاد. الاعتقاد نصف الحقيقة يا أستاذ. إنصاف الحقائق يجعل من الموقف مادة مرهونة بالظروف يا أنسة. لو سمحت الأستاذ بدر ما موجود، تريد تنتظر؟ تفضل، عندك أي معلومة أعطيني إياها ولما يرجع بعطي إياها. طيب طيب أنا آسف آسف. ربيع تعال لي مكتب ارجوك. خير؟ ايش هنا؟ لا ما في شيء، بسرعه الله يخليك لا تتاخر. هو ايش فيه؟ الظاهر انه شاف حاله ما عجبته في موقع العمل. عن اذنك. ايوه فريد. زياره غير متوقعه. لا لا ابدا، تفضل حياك تفضل. اريد بيانات عن البنايه اللي اشتغلوا فيها في بوشر. خلي ربيع يراجع ملف المشرف على البنايه ويجيني لما اطلبه. حاضر. ولا تخلي حد خاب علينا ان شاء الله. تفضل يا لو سمحت. الاخ ربيع الاستاذ بدر عنده ضيف. زين هو طلبني. ايوه تفضل، ولما يطلع الضيف بناديك. بدر على ايش ناوي؟ ها خالتي ايش اللي صار؟
بعدها داخل يا بنتي. هذه رابع أولادة تكون بالعملية، وحضرتك بعدك مصر تكمل فريق كرة القدم بالأولاد. أرجوك أرجوك يا زهرة أرجوك، أنا اللي فيني كافيني. يا أخي خاف عليها، هذه زوجتك أم أولادك. يا زهرة كلام هذا ما وقته، خلي عني شفتي هذا الكلام. تعالي تعالي معاي. من شايب خلف وشايب سلوم؟ ايه نعم. كيف نعم؟ ما معقولة. كيف ما معقولة؟ معقولة ونص. احنا شحمنا ولحمنا ودمنا الشايب خلف والشايب سلوم الحافي. تفضلوا تفضلوا. الله يفضل عليك يا وليد. اي خدمة؟ ما عرفنا يا وليد؟ كيف ما عرفتكم؟ شايب خلف والحافي. عرفنا مسيكي. اقول شايب خلف. نعم. مو يسمى هذا الولد ربيع؟ مين ربيع؟ اجب وجه الخريف والخالته. كم ساعتك؟ ساعتي انا؟ ايه نهار ونص. كم نهار ونص؟ نهار. شو ساعتي؟ نهار ونص الا نص دقيقه. ايوه سمي. عن اذنك يا وليد. خلاص معقولة؟ طبعاً الأولاد حلم لأي زوجين في بداية حياتهم إنه يشوفوا لهم أولاد يفرحوا فيهم، لكن من وجهة نظري أنا لازم الإنسان ينظر في هذه المسألة نظرة عقلانية بحيث يشوف إمكانياته ووضعه المادي ويحاول يكون له أولاد بإذن الله طبعاً وفق إمكانياته. طيب أنت كونك متزوج وبحكم طبيعة عملك كم تتمنى يكون لك من الأولاد؟ والله أنا ما أقدر أحدد الحين مثل ما قلت لك، هذا بإذن الله طبعاً، لكن أربعة. إيه أربعة زينين. أربعة. أشكرك أخ بدر. الحقيقة هذه خطوة إيجابية يا فريد، وموضوعك هذا بيحقق نوع من التفاعل بينك وبين الناس. أنا ما أنكر إنه كانت لك المساهمة في التفكير في موضوع مثل هذا. أنا؟ نعم. حقيقة كلامك عن الناس وعالمهم الكثير شدني للاقتراب منهم. أنا كنت أبحث عن موضوع مثل هذا، أسعى وراء الحقيقة لأنها شيء منشود تشكل كيان النفس. مع السلامة. مع السلامة. عمك إن دخل الحين يا بنية؟ لحظة بخبره. أما يحتاج تخبريه، هو يعرفنا يا بنية. عن إذنك يا ولد. لا لا ابدا ابدا. مع السلامه. مع السلامه. انا اسف اظن اقدر ادخل الحين. ما ممكن تدخل الحين يا وليد. هم وصلوا هنا؟ لا والله معقوله. مسكينه يا بنتي تعبتي كثير. يا ريت بس لو الأخ محمد يقتنع بخطورة إنها تحمل مرة ثانية. بس يا بنتي يا زهرة في ما شاء الله من الحريم عندهن أكثر، وفي الله يبارك عندهن على 15 و14 و16. يا خالتي المسألة ما مسألة أقل أو أكثر، المسألة إن هم وضعهم غير، هم في حاجة، وبعدين من ناحية الصحية في خطورة للمرأة. بعدين يا خالتي معقولة عشرت أولاد في أقل من 9 سنوات؟ زين أقولك يا زهرة، إن كانت بيت سيري سيري توكلي على الله، لأن هذه وحليلها تعبانة ويبغى لها لين تفيق. زين خالتي أصيلة أنا تو بروح وإن شاء الله بقي أزورها العصر. على خير. يلا في مال الله. حياك الله. كشوخ فرحان الأخ عنده 10. يلا خذ عنك. صدقوني يا ولشة ما عرفتكم. ما عرفتني إلا بعد ما خبرها. أنا على الحالة هاي تراني شايب خلف، وهاي تراها شايب سلوم الحافي. والله والله النعم نتنفحنا وشفنا الدنيا شوي نعم. كل هذا علشان عم سعد؟ ما أنت؟ وهذا سعد اللي سواه شوية؟ ترى خبرناك عن سوالفه. زين أنت
والحين بالضبط ايش ناويين نسوي؟ ناويين نكشفه بعد ما نخبر الجهات المسؤوله عن اعماله هذه. لا 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 لا، كيف تخبروا عن الجهات المسؤوله وانتم ما عندكم اي دليل؟ هو بامكانه ينكر. كلامه صحيح الولد. كيف يعني؟ فشت الخطه قبل ما تبدا؟ ابو بعد هذا الهلاك والشقة والتعب ونفشل؟ لا 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 ما تصدق. غريب يعرف عن الموضوع طبعا. اي نعم خبرناه والحين هو ينتظرنا. طيب اذا انا من رايي انكم تتفقوا معاه، واذا ما حدد موعد للمعاينه اكل ساعه بامكانكم تبلغوا عنه. نو براي زين هذا بعد. في هذه الحاله انا اود ان اسالك سؤال. تفضل يا ابن بطوطه. تو هذا اللي اسمه سعد هنشيله ولا لا؟ يا حي الله يا حي الله بالوجوه السمحة الطيبة وانت الأطيب. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل 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 استريح. ها طلباتكم؟ سلامتك. احنا بالحقيقة سمعنا انك لا أخوي الله يسلمك، إحنا ما راضين عن القرار هاي اللي طلع عن الطبيان إنه يمنع الناس يحفروا فيه. إيه نعم 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 نعم، كنا محتارين وفي حيرة من أمرنا لحد ما عرفنا وتأكدنا إنك ممكن تساعدنا. اليوم عاد إحنا جايين. اسمعني. بس أنا ما أقدر أخالف الأوامر. لا 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 خالف هل عنك. وانتو كيف عرفتوا؟ واحد من اللي حفرت لهم خبرني. معقولة؟ زي من اسمه؟ اسمه؟ اسمه 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 ذكرني سلوم ذكرني ذكرني سلوم الحاجة ذكرني. من سلوم هذا الله يهديك تودي مالك. نعم 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 شايف خلف نعم نعم ذكرني انا هاي اللي خبرنا من اسمه انا نسيته. الله يهديك يا شايف خلف، ما دام انت نسيته انا اتذكره. لكن خلني اتذكره اسمه اسمه هو 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 يلاسم يلاسم ايه. لكن تو الحين ذاكره غايبه عني. اسمع مني غايبه. ما علي ما علي حصل خير ان شاء الله. غريب تعال للمكتب شوية. مالكم؟ ايش فيكم؟ انا طلبت واحد اسمه غريب موظف عندي في الشركة. ما غريب الا الشيطان. زين والبير تريدوه في بيت ولا في مزرعة؟ يعني انت موافق. انتوا جاوبوا بالاول على السؤال علشان اوافق. وفي الحقيقة احنا نبغي البير في البيت. تفضل يا غريب تفضل. وشوف الجماعة يريدوا يحفروا بير، ما ادري ايش رايك عاد. والله بصراحة يا عم سعد طول الله عمرك، احنا شركتنا من زمان متوقفة عن هذا النشاط، وخاصة بعد ما نزل القرار. غلط للجماعة، لكنهم مصرين انهم يحفروا بير. والله يا العم سعد ايش اقول لك، اولا واخيرا يبقى الرأي معاك. شوفوا الحقيقة نحن وقفنا هذا النشاط بعد صدور القرار وعلشان هذه الوجوه السمحة الطيبة ممكن تساعدك. وانا اقول يستاهلوا. يستاهل يا كريم، واحنا جاهزين من الطلبة. ها ايش قلت؟ مالك هل اصابك مس من الجنون؟ ينون رقعكم انت وياه يا ثابت ويا ابو الخير وابو يويو.
نازوا اكتشفنا اشوفهم. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير وصاحبه من مر امره غريب ما يندري بكره يشوف معكم نطوف بكره يشوف معكم نطوف بالخير.